يعني المرأة حصلت على حقوقها وعايزينها تبقى في زيادة، لأن هي تعتبر العمود الفقري للأسرة. قبل كده معظم الوظائف بتبقى طالبة رجال أو شباب، بالنسبة للست أو للبنت بيقولوا إن هي بتاخد أجازات وضع، أجازات رعاية طفل، أجازات حامل مثلا أو كده، فعشان كده ما بقاش ليها حق إن هي تتقدم في وظائف كتيرة جدا. المرأة بالنسبة للأجيال اللي قبل كده تعتبر أخذت كتير من حقوقها، وخاصة إن هم بدأوا يعني يهتموا بيها ويسنوا لها بعض القوانين في الدستور الجديد اللي يرفع من شأن المرأة. يعني إحنا برضو ما زلنا بنخضع لضغوط جامدة، ما فيش إقابة. بالنسبة للمرأة في الوقت الحالي مش واخدة حقها، لكن في الوقت السابق، لأن بالنسبة كسني أنا يعني واصل حاجة وخمسين سنة، على أيام زمان كانت المرأة واخدة حقوقها. بالنسبة للمرأة هي حصل على حقوقها من ناحية لو شكت جوزها بتاخد كل حاجة تالت ومتلت، وما حصلتش على حقوقها إنها بتاخد بكالوريوس تجارة وقاعدة في البيت بتربي العيال على دماغي، لكن فين حقها هنا؟ حقها هنا صفر. هو مش في كل الامور، يعني في حاجات وحاجات حصلت فيها، بس اكتر حاجه ما حصلتش فيها هي محاكم الاسره. لا ما خدتش، منظرها نظره غير طبيعيه، مع انها شاركت في الثوره وبتشارك في كل حاجه. حتى اغلب حالات الوفاه بالنسبه للرجال المصريين، المراه بعد كده هي اللي بتشيل البيت وتبقى هي الست والراجل، ومع ذلك ما حدش بيبص لها البصه دي. Thank you.